وردة. اهلا عمي ابو لطفي، طمني عنك، ان شاء الله امورك بخير. من الله بخير الحمد لله يا بنتي. بصراحه انا ناديت لك لانه اخوكي وصاني على خلطه وما مرق لحد هلا ياخدها، فاذا بتسمحي وصلي له اياها. خلاص اعتبره وصلت عمي ابو لطفي، سلم ايديك. وردة، كيف اموركم بعد ما مات الوالد؟ سمعت انه اخواتك عم يدوروا على شغل بعد ما تركوا من عند ابو سامح، ان شاء الله لقوا شغل بداله. والله يا عمي لساتهم عم بيدوروا، بس الا ما يلاقوا ان شاء الله. طيب كيف عم تدبروا اموركم؟ بصراحه يا عمي انا عم بشتغل بالخياطه وبالبيت وعلى قدي والحمد لله، الله كافيه. طيب عمي بدك شيء عن اذنك؟ سلامتك. الله يسلمك، سلم ايديك. الله معك. قديشك بنت طيبه ومهذبه وحلوه. لا وفوقها شغيله كمان. يا عليم الله ما راح خليك تفلتي مني، وراح اجوزك لابني لطفي اذا الله راد. انت ما بتعرفي كيف بدك توطي سمعتنا بين الناس؟ ما بتعرفي تهدي؟ ما بتعرفي تكني؟ واقفه مع رجال غريب بنص ساحه الحاره ومهمك حدا؟ ما بتستحي؟ بس يا عمو انا كل عمري بفوت وبطلع وبسلم على عمو ابو لطفي، وانت بحياتك ما حكيتيني ولا دققتي علي، شو صاير؟ شو في؟ يا حرام، شو مسكينه، القط بياكل عشاكي. حبيبتي ابوكي مات، مالك خايفه على سمعه ابوكي؟ العالم ناطرتك على غلطه لحتى تصيري علكه بتمن، ولا ما بيهمك سمعته؟ يا عمرك شو بدك انت التاني؟ والله وكيلك قسيت عليها، بعدين اختي والله مربايه ومهذبه، بعدين بتعرفي انه خاطرها مكسور من لما توفى ابي، بدك تطولي بالك عليها كمان مو نزيد عليها هيك يا عمي. نعم نعم، شو امرت؟ هي اخر مره بتتدخل لما عم ربي اختك، فهمت ولا لا؟ لانه انا المسؤوله عنها، انت ما دخلت؟ طلع من الموضوع والا بغضب عليك. ها والنار شعلة بقلبي وناطرة حدا يطفي لي اياها. من زمان من زمان وانا متحملة هذا الشيء، ما عاد اقدر اتحمل، ما عاد اقدر اتحمل النار اللي بقلبي، وما لي غيرك انت اللي تطفيها. قرب لي هاللحظة برضاي عليك، قرب لي اياها. طولي بالك يا مو، طولي بالك، حياتك لأعمل لك اللي بدك اياه، بس لحتى الاقي شغل. سؤال يا مو، انت ليش ما بدك اخي عزو يعرف؟ اوعى اوعى، ما بدي اياه يعرف بشي. اخوك قلبه طيب ورقيق وحنون وما بيميز الصح من الغلط. بعدين بتخلي القصه مطبطبه بيني وبينك بس. تكرمي بس لاقي شغل وامن مصروف البيت، وحياة عيونك يا ست الكل ما بتكوني غير رضيانه، وراح اشفي لك غليلك وراح اخذ لك بتارك حتى من الاموات نفسهم. يا هذا الحكي، الله يرضى عليك. يا مو انت متأكدة انه اخي عزو مو جاي؟ لك ايه متأكدة انه ماله جاي. يلا انت استعجل. لا تاكلي هم، انا مزبط كل شيء وحياتك. بري عليك، يلا انا نازلة على السوق. الله يسر. اخي الغدا صار جاهز، بس وين راحت امك؟ أخي ليش هيك عم تطلع فيني؟ شبك أخي؟ يا بو، وأنا وآخذ وردة على البستان حتى أقتلها. طلعوا علينا الفلاحين، اتخبيت، بس مشوا، رجعت بدي كمل عليها ما لقيتها. لك مع اني كنت مربطه، تقولي الارض انشقت وبلعتها. معلش يا مو معلش، لا تقلق، يمكن هالشغله اجت لمصلحتنا.
خلينا نقول انه هي طلعت عن شورنا وهربت وراح تخطيفه كمان. بس شو بقي يا حسراك؟ بقي نلاقي الزلمه يلي نلزق له التهمه فيها. مين برايك يا مو؟ ما في غير ابو لطفي. تعرف ليش؟ لانه هذا الوحيد يلي شافوها واقفه بالحاره وعم تحكي معه. ما في غيره. لك مفكر انك تعمل عملتك وتنفذ بريشك؟ لك بدي احسب الله ما خلاك، قل لي وين رحت يا اختي ورده؟ قل لي! لك خاف الله يا سمير، خاف من الله! حاجة تشوهني سمعتي قدام الخلايق؟ لك مرتي بدها تطلعني، ولادي قاطعوني من ورا تهمتك الباطلة هاي. وردة وردة أنا بحبها مثل بنتي، والله كنت رايد أعملها كنتي. كذاب كذاب وستين كذاب، كل أهل الحارة بيشهدوا على أنك أنت اللي كنت عم تلحق وتتحركش فيها. اللي وين رحت فيها؟ اللي أحسن ما طلبت. خلصت لك سمير، خلصت لك عم لك. أساساً مانا متقدمين من هذا الكلام ولا عنا أسباب. خلصنا يا أخي، مشان الله روح روح على البيت. متواجه يا ابو لطفي، عامل لي فيها عطار لك. اخي روح مشان الله. اخي حقك على راسي، حقك على راسي، خلص روح توكل على الله. يلا يا شباب يلا، شو قاعدين عم تتفرجوا؟ يلا بقى. ماني مرتاح، في شيء غريب ومو مفهوم عم يصير. لك حتى انا مو قدران اعرفه. ما بعرف، تصرفات امي واخي مو مريحه بنبوء. يعني كيف هيك قلبوا على وردة بسرعة؟ لك بتحسهم كأنه حاقدين عليها من زمان وناطرين فرصة حتى يطلعوا هالحقد. أنا لحد هاي اللحظة ما عم أفهم ليش هيك ساووا. أمي بتقول له لأخي كرمال هيقتلني، بتكون عاملة حالة رايحة على السوق، وأخي جاي يقتلني. بشوفها قدامي، بصير لله أمي بوس إيديك، ساعديني. صارت تضحك، صارت تضحك وقالت له لأخي لا تقتلها هون، روح خد على البساتين وقتلها هنيك. أخي أخذني على البساتين وحط السكينة على رقبتي. أخي كان بده يذبحني. أخي والله العظيم قصة غريبة، أنا ما عم بصدق اللي عم بسمعه. بس خلص ولا يهمك، أنا بدي ساعدك. يعني بس بصراحة خايفة ساعدك ورجعك على الحارة يحاولوا يرجعوا يقتلوكي من جديد. أنا ما رح أرجع لعندهم. أنا رح أروح لعند أخي عزو. أخي عزو بحبني، أخي عزو حنون، وأكيد ما رح يهون عليه فيني، وأكيد أخي عزو ما رح يرضى باللي صار. لك وردة اسمعي شو بدي أحكي معك. لك يا حبيبتي يلي بدك يا ساوي، بس أنا ما رح أبعتك لحالك، رح أبعت معك ناس يحموكي. بس أول شيء الله يرضى عليكي بتروحي على الكركون وبتقدمي شكوى على أمك وعلى أخوكي، بعدين تقبريني بتروحي لعند أخوكي عزو. شو؟ طيب ماشي. أنا خايف والآن ما رح ينشف غلي لحتى ثبت التهمة على أبو لطفي. أنا لازم أعمل له جرسة كبيرة تسمع فيها كل أهل الحارة. لازم اقلب الدنيا كلها فوق راسه.
اسمعي يا ابو لطفي، اذا هلا ما بتقول قدام الخلايا كلها وين رحت باختي زهره لاحسب الله ما خلاك واشرب من دمك. يا جماعه هاتوا المصحف الشريف لاحلف لكم انه ما بعرف وينها، والله العظيم ما بعرف شيء عنها. اسمع يا ابو لطفي، عم اقول لك انت اللي خطفت اختي زهره وانت اللي رح تتحمل النتيجه. مو ابو لطفي اللي رح ينشخت، يلي رح ينشخت اللي كذب علينا وحكى بعرضنا، يلي رح ينشخت اللي كذب علينا وخدعنا. عمي ابو لطفي ما دخله، بس اخي واللي كنت مفكرته امي حاولوا يقتلوني ويلحشوني بالبساتين، بس قدرت رب العالمين نجتني. يمكن نجتني لحتى خلص هالإنسان الطيب من اتهاماتهم الباطلة وحتى أكشفهم على حقيقتهم. لك يخرب بيتك أنت لسه ما متي، يخرب بيتك يا ما تخلص منك يا كابوس حياتي. أنا بكرهك بكرهك بكره أمك العايبة اللي حملت فيكي بالحرام، وبكره أبوكي اللي خانني مع أمك. لما عرف إنها حامل وعدته إنها تسقط، بس هي كذبت عليه وخلتك ببطنه. واخر شيء لما عرفت انه بدها تموت خلت الدايه تبليني فيكي وربيكي، وانا ما بطيقك بدي اخلص منك من زمان. الله لا يوفقك، الله يخلصني منك يا رب. وانا كنت مفكر انه هذا الشيء انسب حل لحتى انتقم من ابوي وامك، بس هلا انا ندمان، ندمان يا اختي ندمان. ندمان؟ بعد ما كنت رح تقتلني ندمان يا أخي؟ لا تواخذني عمي أبو لطفي، كل هاللي صار كان بسببي أنا. ولا يهمك، أنا مسامحك. مني حكي. والله يا اختي البنت بدها عمليه، وعمليه وبسرعه كمان. عمليه شو حكي؟ عمليه لرجليها عشان تقدر تفردهم وتوقف عليهم. طيب هي العمليه خطره حكيم؟ ما بكذب عليك العمليه فيها خطوره، بس لا بعدها انساها انساها، الله يخلي لنا اياك. بس إذا تركتها هيك بحياتها ما رح تقدر تمشي ولا رح تقدر تفرد رجليها. شو يعني أخذها على الموت برجلي أنا؟ لك يا ابن الحلال، أنت تركتك لإلها هيك كأنه هذا الموت بعينه. صحيح العملية خطرة بس ممكن تنجح يا ابن الحلال. أخي عملوا لها العملية وخلصونا بقى مشان الله. ما رح أعمل لها العملية وهذا آخر كلام. لك خاف الله بهالبنت يا ابن الحلال. يعطيك العافية حكيم، يعطيك العافية، شرف شرف، عزبناك معنا. عليها العافية، السلام عليكم. أخي أنت كتير غلطان. لا مالي غلطان، وإيش كان الحكيم رفيق ابنك بإسطنبول مو معناتها بيفهم ونحن لا. لك هذا حكيم بيفهم أكثر مني ومنك. ولك احكي عن حالك. لك مشان الله، لك مشان الأنبياء لا تحط خطية هالبنت برقبتها. ولك كون عم بحط خطيتها برقبتي إذا بعدتها عن العملية ورجعت ميتة؟ يا ابن عمي خلاصي، ولك خلاصي. لا حول ولا قوة إلا بالله. روقي أنت روقي مشان الله، خلص مالي قدراني. حياتك حتى خليه يساوي للعملية، بس صلي على النبي. يا ربي دخيلك يا رب. يا رب. مساك من جديد. مساك. ليش عم تعطيني اياه هون؟ مشان تعمل عملية لبنتها. أنا ما بدي أعمل عملية لبنتي لأنه ما بدي أعمل لها إياها، مو لأنه ما معي مصاري. بس الحكيم مو فارقة معه، الحكيم بده مصلحته، وأنا خايف على بنتي.
لك يا سعيد. لك شو يا سعيد؟ اخي انا بنتي وحرفيه عمليه وما راح اعملها. لك ما بصير هالحكي هذا، الله يرضاني عليك، البنت عم تتألم كثير وعم تتوجع، لك حتى الجيران صاروا يتضايقوا من تصريخها. سيدي اللي مو عاجبه يرحل. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شو الزلمة هاد؟ يلا يا وصال مشان الله تأخرنا. يلا والله خايفة كتير سعيد يعرف بيقلي رح نعمله. يا ستي رح يعرف ورح يلوم حاله ألف مرة لأنه ما عمل العملية لما يشوفها متعافية وماشي على رجليها. بس أنتي لا تخافي. يلا يلا فوت أبو حمدي فوت. يلا أخي تأكدت إنه جوزي رح يتأخر بالشغل اليوم؟ إيه متأكد لأنه معلمه بعته روح يوصل حنطة وقمح. لا تخاف إن شاء الله بإذن رب العالمين جلدنا مستورة. يلا خلونا نمشي. يلا تعي عمو تعي تعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا رب. يلا يا رب. بعدي أختي بعدي من وشي. لك عمل لك بعدي كرامة يا رسول. وين هاي المخطوبة؟ يا سعيد الله يخليك. لك عمل لك وين بعدي 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 يا وصال يا وصال هذا الحكي مو مزبوط بنوب بنوب يا سيدي. يعني انت يا ابو حمدي ما كنت بدك تخطف البنت وتقتلها؟ اعوذ بالله شو هالحكي هاد؟ شو هالافتراء هاد؟ لا يمكن اعمل هيك شيء بنوب. القصة مو هيك يا سيدي. شو القصة لكان؟ القصة انه بنتي تعبت كثير وجوزي كان برات البيت، جيت رحت لعند بنت حماي مشان تساعدني والله يجزيها الخير ساعدتني هي وجوزها وما قصروا واخذنا البنت على الخستخانة. وهنيك الحكيم قال انها بحاجة لعملية وقلنا له ايه اعملها. كذابين سيدي كذابين، هن ما اخذوها غير ليعملوا لها العملية ويقتلوها. اعوذ بالله من هالحكي يا سيدي، هالحكي مو صحيح مو صحيح ابدا. خليهم يحفظوا يمين على القرآن الكريم. سيدي سيدي بنت حماية وجوزها ما دخلون، انا اللي قلت لهم يساعدوني لناخذها على الخستخانة. كلياتكم متشاركين لقتل بنتي. هي بنتي مثل ما لبنتك. خلصها ما بدي اسمع ولا حرف لا انت ولا هي. عسكري عسكري رامسلي غدا مشان الله يلا مشان الله تضلي تطمنيني على بنتي مشان الله. لا يلا فيكم تنصرفوا على البيت. يلا كل واحد على بيته. يلا تعرف كتر خيرك يا سيدنا شرفي. يلا كتر خيرك سيدي. لك جانه نجناني من عملتك السودا. عملت شو؟ لك عوان ما تروح تطلع مرتك المسكينه من السجن. لك رايح لعند الداي بدك تخطب تتجوز. لك ما بتخاف الله انت؟ ليش عيب ولا حرام؟ قلة الدين الشرع محل لي اربعه والشرع قال لك لا تظلم. وانت ظلمت مرتك وظلمت بنتك. انا ما ظلمتها هي اللي هي كان... ام يا اخي ام بدها تشوف بنتها ماشي على رجليها ومتعافيه. ايه وعملت العمليه وليك بنتها شحها بالغيبوبه لهلا. ايه وانت شو عملت؟ شو بدك يعني اعمل يعني؟ لك على الاقل روح زور بنتك. لك اطمن من حكيمة شو صاير معها. رايح راكب بدك تتجوز. لك مرتك بالحبس وبنتك بالخستخانة. ما رح زورها شنو ما رح تفيق. طيب طالع وصال من الحبس فشلت بعينها. انا بدي طالع مرة كسرت كلامي. هي هيك مشكلتك؟ هي هي مشكلتي. ويلا انت كمان فرقيني بريحة طيبة. لك يا سعيد يلا روحي من وشي.
انت اللي فضحتيني بالحارة وخليتي راسي يوطى بين الناس. الله يسامحك يا سعيد، انت اخي وانا مستحيل احكي عليك بالعاطل. شو ما صار بيني وبينك؟ بالله لك، ليش ما حدا عم بيرضى يجوزني بنته؟ ليش؟ لانه واحد حبس مرته ظلم، بدك الناس يجوزوا بنتهم؟ لا انا ما ظلمتها. لك حرج تضحك على حالك؟ ولك انت صايره وحده. يا محمدي لك يا محمدي بشاره، يا محمدي بشاره، يا محمدي بشاره، احلى بشاره. خير انا عمي شو فيه؟ الحكيم قال انه البنت صحيت صارت تمشي على رجليها، صارت تمشي على رجليها. لك الحمد لله يا ربي، الف الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي، يلا بسم لايتك، يلا حتى نروح قصر خالي بسرعه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. جوزك سعيد يا بنتي ادعاءه كاذب، مشان هيك فيكي تدعي عليه وتحبسيه. لا يا سيدي ما بدي ادعي عليه. انت حرة مثل ما بدك، تفضلي الله معك. جيب لي شاي يا حسين. أمرك سيدي. لك يا روح بنتي. ألف حمد وشكر. ألف حمد وشكر لك يا رب. ألف حمد وشكر يا رب. وصال أولى وخلص. لك بيقطع لساني وما بقول لي الكلمة. والله بعد ما حبستني صرت ما عاد استغرب منك شي بالمرة. أنا بعرف إني غلطت بحقك، بحق أختي، بحق صهري، بس كنت خايف على هي البنت. شو شفنا من خوفك عليها إذا ما رحت زرتها بالخستخانة ولا مرة؟ كنت رح أجي بس شو ما تحججت ما في شي رح يشفع لك. أنا أمه وما رح تخاف عليها أكثر مني. كنت عم بحترق لما عم شوفها عم تتوجع وما عم تقدر تمشي على رجليها. انت وين كنت؟ وسعيد، سعيد غلط وما في حدا ما بيغلط. اسمعي يا بنت الناس، مثل ما قالت لك اختي، انا غلطت لأول مرة راح اقول لك اياها. انت كنت الرجال لانك اخذتي هذا القرار، انت كنت الام والاب، ولولاكي ما كانت بين ايدينا هلا. فحقك على راسي وجعلي يا الله وسامحيني. بلش اكل انا، ها مت من الجوع. بسم الله ما شاء الله، بسم الله بسم الله عليك. انا اسفه يا ابن عمي، ما قصدي فركشت. لا حول ولا قوه الا بالله. لك كم مره قلت لك على مهلك، على شو مستعجله؟ والله مو قصدي يا ابن عمي، ماني مستعجله، بس قلت لحالي يعني انه بخلص على بكير. وش انه اختي ورده جايه بعد شوي لعندي. اختك ورده جايه، شو جابها هلا؟ انا قلت لها تمر عندي امبارح مشان تجيب لي معها شويه مصاري. مصاري؟ ليش خير حبيبتي، شو بدك بالمصاري؟ حبيبي انا بعرف انه انت شغلك دائر ووضع البيت يعني مصروف وبده كثير اغراض، قلت لها تجيب لي شيء من ورثتي بحصه اهلي الله يرحمه. لك الله يخلي لي اياك يا رب يا هدية، قسما بالله العظيم انك اصيله وبنت كرم وشهمه يا
يعني والله ما بعرف انا مخليك تدفعي من حر مالك مصروف على البيت مع انه هذا واجبي الي. لا يا ابن عمي لا، شو هالحكي؟ يعني مالي ومالك واحد، ما بصير هذا الحكي. الله يخلي لي اياك يا حبيبه قلبي، الله يخلي لي اياك. اسمعي هالمره انا بدي طعميك بايدي. ها شو؟ موافقة. تحت امك. يلا يلا يلا، تحت امك تحت امك تحت امك. ايه اختي قبل ما انسى، هي المصاري خديهم. يسلموا ايديك، يا عم عزبك معي تقبريني. لا شو هالحكي؟ ان شاء الله ما في فرق بيني وبينك، بعدين هاد حقك. الله يخلي لي اياكي يا ورده وما يحرمني منك. اختي بدي اسالك، شلونه عصام معك؟ شلون ملاقيتي؟ هلا هو صحيح احيانا انا بكسر كاسة المي، واحيانا بتفركش بالمشي، واحيانا كثير بطول لحط له اكلاته، وهو وضع شغله مثل ما بتعرفي يقبر قلبي ما عم يزبط. يعني بيعصب وبعدين فجأة هيك بيهدى وبيجي بيصالحني. ايه يا هدية، صحيح رب العالمين حارمك نعمة النظر، ايه بس لا تنسي انه هو اخذ بنت حلوة وزنجيلة ومن خيرته اكابر بنات الشام. اخ يا وردة اخ، نعمة النظر كتير بتأثر، لكن معقولة؟ معقولة أنا عم جيب وحدة تنظف لي بيتي؟ ماني قدرانة أعمل شيء. إيه أختي، بس هو بيعرف حالتك وكان موافق، وموافق واختارك إلك أنتي، شو عدا ما بدها هلا؟ خلصنا وردة، خلصنا غيري السيرة بقى. طيب مثل ما بدك اختي. بدي اسالك، هاي البنت اللي عم تحكي عليها اللي بتجي بتنظف لك البيت، شلون ملاقيتيها؟ يعني خرجت تجي تساعدني؟ ايه رنا كثير منيحه، بس تجي لعندي بسالها مشان تجي تنظف لك بيتك، ما في مشكله. يخلي لي اياك انا. قوم ساوي لك كاسه زهوره. لا حبيبتي ما بدي اعزفك، ما بدي لبكك معي، ما في مشكله. ايه الله يخلي لي اياك. مرحبا هدية. اهلين ابن عمي، يعطيك العافية. الله يعافيكي، هي جبت لك معي رنا مشان اساعدك بشغل البيت. فايه كثير منيح، اهلين رنا، شلونك معلمتي؟ الحمد لله. يلا انا بدي روح على الشغل، سلام عليكم. وعليكم السلام، روح الله يرزقك يا ابن عمي. ايه رنا، بما انه راح عصام فيكي تشلحي ملايتك وتبلشي بالتعزيل. من وين بتحبي بلش بالاول معلمتي؟ هلا فيكي تبلشي بالاول شيء بالغرف، بعدين بدي اياكي تفوتي معي على المطبخ لحتى نساوي اكله محاشي لعصام، وبتعرفي هي الاكله بتلبكني خاصه بحفر المحاشي. ايه حاضر من عيوني، رح اشلح ملايتي وبلش بغرفه نومك. يلا الله يرضى عليكي. ان شاء الله يقبرني. لك روح هلا بتشتلق مرتاح. لك لا بتشتلق ولا شيء، هي لا بتشوف ولا بتحس. أنا شقت لك يوم محلك تشتري من يومين كنا سوا. إيه وإذا كنا من يومين سوا، منين بتلاقي مثل هالضمات وهالغمزات وهالبوسات؟ مو مثل هي اللي عندي، ما بتعرف الخمسة من الطمسة. رنا شبكي؟ ليش عم تضحكي؟ معلمتي تذكرت شغلة صارت معي من يومين. إيه تعي لهون، تعي ضحكيني معي. يلا جايتك. يلا جيتك معلمتي. هادي يا ستي. ايه امي كانت عم تطبخ امبارح، وبدل ما تحط ملح بالاكل حطيت سكر. ايه وكيف طلعت طعمتها؟ طعمتها مثل القطر. ايوه. ايه يا ستي كل العالم معمي على قلبها. يلا معلمتي انا رح روح كفي شغلي. بالاذن. قومي حبيبتي الله يرضى عليك. كل الناس معمي على قلبها. عمر هيك معلمتي شوي شوي. اخ الحمد لله يا رنا، الحمد لله خلصنا هالطبخه بخير وسلامه. الحمد لله. ادي هون ادي هون. ايه معلمتي. ايه ما زال خلصنا شغل البيت، يعني تسمحي لي تكملايتي وروح على بيتنا؟ ايه حبيبتي الله يعطيكي العافيه. بس بدي اسالك، اختي ورده كانت عندي امبارح وبدها وحده تساوي للبيت، يعني مثل ما بتعرفي اولادها مجننينها، قلت لحالي مالي غيرك لو يوم بالاسبوع.
والله ما بقدر يا معلمتي، انا اهلي ما بيخلوني غير اشتغل عندك. شنو ابي يعني رجال مقعد قاعد بالبيت انا اللي عم اخدمه؟ يعني ما فيك تدبري يا رنا؟ والله ما بقدر، لا تواخذيني مشان الله. طيب معناتها بقول لها تدبر حالها مع شي وحده، ما في مشكله يعني، بس كنت حابه بيض وشي معها. شنو انت فهمانه وشاطره وطايفيه؟ لا تواخذيني مشان الله. معلمتي تأمريني شي ولا روح تكي ملايتي وروح على البيت؟ ما بدي الا سلامة قلبك. يلا قومي قومي دكي ملايتك. اجا عصام قومي. يلا يلا. اهلين ابن عمي، يعطيك العافية. الله يعافيك يا هدية، شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله نشكر الله. طمنيني، خلصت البنت ولا لسه؟ لا خلصت وهلا بدها تروح. شو كان بدي اقول لك؟ شو قالت لك اختك امبارح مشان موضوع الدكان؟ وافقت انه تبيعوا دكان من دكاكين وتدينوني حقها؟ والله ما الي عين طلبت هذا الشيء منها. ايه؟ خلاص ما عاد بدي. مشان الله لا تزعل مني ابن عمي، بس انا صرت بايعه دكانتين على الفاضي وعم يروح حقهم. لا 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 يا هدية لا. عم تعايريني بالمصاري؟ يا حيف عليك يا حيف. انت بتعرفي انه اول مره المصاري انسرقوا، وتاني مره تجاره وخسرت، يعني الشغله مو بايدي، بايد رب العالمين. خلصنا ابن عمي لا تعصب، حقك علي، بس تجي لعندي ورده بحاكيها بالموضوع. لك انا روحي فداك. معلمتي بدك مني شيء قبل ما اروح؟ سلامه قلبك رنا، تيسري تعالي لحاسبك. لحظه انا بحاسب. خدي اختي خدي. شو؟ اي حسابي؟ صح الحمد لله لست الحساب. لا مالك سمعاني، بدي اشفط منها دكان جديد. خدي اي ولو انا بغار. يبكي امرني رب اللي بغار. انا شو رنا لسه ما رحتي؟ كنت عم اسال سيدي عصام اذا بده مني شيء قبل ما اروح. لا انت تيسري، انا بساوي له اللي بده اياه بخاطركم. لحظه لا تروحي. هدية الاغراض اللي وصيتيني عليهم قلت له للشغيل جيب لك اياهم، هذا الظاهر غط ونسي، رايح جيب لك ياهم، ومنه الطريق كمان بوصلها لهالدرويشه. ايه مثل ما بدك ابن عمي. يلا خاطرك هدية. خاطرك معلمتي. مع السلامة. بس يا هدية هي طالت دكانة بدك تبيعيها حرام؟ خلصنا اختي خلصنا، ساوي اللي عم قلك عليه، ساوي هيك وخصوميا من وردة اهلك الله يرحمهم. لك شو عم تحكي انت؟ انا عم بحكي مشانك مو مشاني. دكاكين ابوكي حلوين وكبار وبنص السوق وسعرهم غالي كثير، معقول بدك تبيعيهم بتراب المصاري؟ اختي عصام متضايق، قلت بفرج عليه شوي. لك بتقومي بتبيعي له من حصتك؟ كم مره صرتي عاطيتيه مصاري ومال كانات؟ شو عم تستفيدي غير بيرجع لعندك صارفهم؟ ورده خلصنا، انت شو بدك؟ بعدين انا رضيانه، يقبر قلبي عصام، اذا بعطيه متليك واحد ما بضيع معه، خلصنا بقى. ما بعرف اختي، بدك للصراحه؟ انا مالي مستنفه الموضوع منوب. خلصنا ورده خلصنا، كثير شكاكه انت، كثير شكاكه، كل ما بدي حاكيكي بشي بتعملي من الحبيبه. لك فوق مالي خايفه عليكي لك حوبه، انت بتعرفي جوزك وين عم يروح بهالمصاري؟ يعني وين بده يروح فيها؟ على شغله وين بده يروح فيها؟ متأكدة؟ ايه متأكدة وردة. ليكي إذا عم تعملي هيك مشان ما بيعد دكاكين قولي وخلصيني، مو كل مرة بدي افتح لك سيرة تعملي لي فيها سنجع عرض. لك يا عيب الشومة عليكي يا هدية، لك أنا عم بحكي هيك مشانك. خلصنا أختي، يكبر شانك، مو كل مرة بدي افتح سيرة تطلعي لي فيها سنجع عرض. أنا رايحة أساوي شي نشربه. خليني ساعدك. اتركيني بعرف الطريق لحالي. والله العظيم انها مجنونه ورح تجنني معها. لك شلون بدي فهمها لهالحب انه عم يضحك عليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هديه قولي على قصتي. اه يا راسي يا ورده. اختي مشان الله ردي عليك. شو صار لك مشان الله فيكي شيء؟ يا ربي دخيلك شو بدي اعمل؟ يا ربي دخيلك شو بدي اعمل؟ اختي انا رح روح جيب لك الحكي. لا ورده انا عم شوف
شو عم تحكي انت؟ شو فيني؟ انت والله العظيم ما عم صدق انت، انت عن جد عم تحكي معي؟ شايفتيني؟ لقيت خلص شو ناقصي علي؟ اسود اسود انا رح روح بشر سامي. لا 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 بدي اعمل لها مفاجأة. اوعي اوعي يا ربي دخيلك دخيل اسمك يا رب. انا حلوه حلوه يا عمي. دخيلك يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. منيح وقعتي لك لك خدامتك رنا مشان تشطف لك وتمسح لك وتكنس لك. خدامتك معلمتي. شي حلو كثير. حلو الاخضر. والله وانت طلعتي حلوه كمان. عينك كنت عينك يا واطي. عم تضحك علي. مالي ودكاكيني وكل شيء لي عم بعطيك اياه لتروح اطلع من بيتي انت وياها ولا والله العظيم بجيب الكراكون ياخذكم انتوا الاثنين يلا وقبل ما تطلع ترمي علي يمين طلاق يا زباله يا وسخ روحي لحق روحي شو طلعيني Thank you.